كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم وعلى أصحابكم وعلى حبايبكم. الحقيقة أكتر سؤال بيجيلي الفترة دي، يا دكتورة العيد داخل علينا وحنخربها وحنبوظها، ويعني حتى اللي خسناه هنزيده، وحتى لو احنا حتى يعني لسه ما خسناش برضو هنزيد كده من ولا حاجة ووزننا هيضرب جدا. ففي الحلقة دي هقول لكم كده على أقراص تاخدوها في أثناء أيام العيد إن شاء الله. لو أخدتوها مش هيبقى في أي زيادة في الوزن، بالعكس ده أنت ممكن تلاقي نفسك إنه العيد خلص وأنت قليت مثلا بتاع 3-4 كيلو، وتلاقي ان انت يعني جسمك زي ما هو مفيش اي زيادة. خليكم معايا لانها حلقة مهمة جدا جدا. اهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك علشان توصلك كل الفيديوهات، وسيب لي اي سؤال تحت الفيديو انا هجاوب عليه، وخلينا نوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات علشان الناس اللي مش بتوصل لها اي اشعارات من القناه يقدروا يشوفوا الفيديوهات. موضوع النهاردة هكلمكم عن الأقراص التخسيس المفيدة جدا جدا، واللي هتساعدني ان انا وزني يعني في خلال العيد ما يزيدش، بالعكس ده ممكن ينزل. اول حاجة واهم حاجة واكتر حاجة انا طول الوقت بقول عليها، أقراص الشاي الاخضر او الجرين تي ميباكو. ده لازم يكون معاك في ايام العيد، انك اول ما هتصحى الصبح كده تاخد قرصين قبل الفطار بنص ساعة، مش هتستخدمه تاني اثناء اليوم، هتستخدم بس الصبح اول ما تصحى قرصين من الجرين تي. ده كويس جدا، هيرفع معدل الحرق، ومن الأدوية اللي ممتازة جدا، ويعني سعرها يعتبر قليل. بس في ناس بقى بتقولي ان هي مش بتلاقي الجرين تي، بتسأل عنه في الصيدليات ومش موجود. مفيش مشكلة، لو ما لقيتش أقراص الجرين تي ممكن تشرب كوباية شاي أخضر قبل الفطار بنص ساعة. دي أول حاجة تعملها أول ما تصحى الصبح، يا إما أقراص الشاي الأخضر أو كوباية شاي أخضر. الناس اللي بتتابعني من بره مصر برضو يعني ما عندهمش أقراص الجرين تي، ممكن برضو أول ما تصحى الصبح تشربوا كوباية شاي أخضر. ده هيبقى حلو جدا لأنه هيرفع لك معدل الحرق يعني أثناء طول اليوم، بعدين هتلاقي ان انت الجسم بيحرق بشكل ممتاز جدا. يبقى دي اول حاجة الصبح، هناخد القرصين او هنشرب كوباية الشاي الاخضر، وبعدين بعدها بنص ساعة نبدأ ناكل. عايزين تبدأ النتيجة تبقى كويسة، يعني مش عايزين اكتر من انه بعد الفطار بساعتين امشي نص ساعة. عايز تمشي على المشاية مفيش مشكلة، عايز تمشي حتى اللي هي الفيديوهات اللي هي المشي في المنزل او الوك ات هوم اللي بقول لكم عليها برضو مفيش مشكلة. ده هيبقى حلو جدا علشان بقى ايه، يبدأ الجسم كده يدخل في حالة حركة، ويبدأ كده يدخل في حالة حرق الدهون. تمام كده أثناء الصبح. نيجي بقى لوجبة الغداء. وجبة الغداء طبعا من المهم جدا جدا انه يكون معاها حاجة مخصوصة للدهون اللي هتدخل في وجبة الغداء، لان من المعروف ان يعني وجبات الغداء في الاعياد بتبقى تقيلة وفيها زيوت فيها سمن فيها بتاع، فكمية الدهون القاتلة اللي بتدخل دي بنبقى محتاجين حاجة يعني عشان تساعدنا ان احنا ننزل معظم الدهون الموجودة. وطبعا اهم او افضل دواء للدهون اللي بتدخل الجسم هو الاورلي، ممتاز جدا لانه بيساعد ان حتى تلت كمية الدهون ما تدخلش. فالقولي كده يبقى معاكوا في الشنطة، يا اما قرص قبل الغداء بنص ساعة، او يا اما قرص بعد الغداء بنص ساعة، او يا اما قرص مع الغداء، اختار اللي انت عايزه. انا بفضل انه يبقى قرص مع الاكل او مع وجبة الاكل نفسه. يبقى كده هناخد كبسول الاورلي مع الاكل، هناخد كبسولة لو في وجبة عشاء تانية برضو هناخد كبسولة تانية، يعني ناخد كبسولة اورلي مع الغداء وكبسولة اورلي مع العشاء، لكن مش هناخده الصبح لان الصبح بتبقى معظمها حاجات بسيطة. اما لو انت هتصحى بقى تضرب كحك وبيتي فور وناعم وحاجات زي كده، هتاخد كبسول اورلي برضو مع الفطار. يبقى كده اول حاجة صحينا الصبح اخدنا الجرين تي، تاني حاجة اخدنا قراص الاورلي. برضو الناس اللي بره مصر هتاخد زينيكال، الزينيكال موجود في الصيدليات، هتشتروه وتاخدوا منه قرص قبل الاكل برضو بنص ساعة. يبقى كده الحاجتين دول مهمين جدا. طيب دلوقتي خدت الجرين تي وخدت قولي، عايزة حاجة برضو يا دكتورة ترفع لي معدل الحرق على مستوى اليوم. في حاجة ممتازة جدا وهو الجينجر. الجينجر ممتاز جدا، او هي خلاصة الجنزبيل، اقراص خلاصة الجنزبيل، لانه بيرفع معدل الحرق وكمان بيقلل الشهية للناس اللي بتبقى جعانة طول الوقت. فهتاخد منه قرص
الصبح في اي وقت انت عايزه، وهتاخد منه قرص بالليل، تاخد منه قرصين في اليوم. طيب انا لو ما لقيتش الجينجر، او مثلا في ناس برضو بتقول الجينجر بيسالوا عليه ومش موجود، هنستبدله بدواء تاني خالص. لان يعني انا كان ممكن اقول لكم اشربوا الجنزبيل، لكن برضو الجنزبيل طعمه صعب، في ناس كتير مش بتستحمله، فهنستبدله بدواء تاني خالص، وهو دواء الكروميوم، مكمل غذائي ممتاز جدا جدا، برضو بيساعد على رفع معدل الحرق، وبيساعد جدا مع الادويه اللي هتاخدها، سواء الاورلي او سواء اقراص الشاي الاخضر. برضو هتاخد قرص الصبح وقرص بالليل، قرصين في اليوم، علشان بقى الجسم يبدا يحرق كل الدهون اللي داخله، وتبدا كده يبقى ما فيش اي تقل عليك، الجسم كله في حاله حرق، وكل اللي بتاخده او بتاكله الجسم بياخد حته صغيره منه والباقي بيتخلص منه. طيب في نصيحة مهمة جدا جدا، وهي ان انت بعد الساعة 6 بالليل او 7 اخرك ما تاكلش، يعني نقطع اكل ونبدأ بقى ناخد مشروبات مثلا بدون سكر او بسكر دايت، وفي نفس الوقت لو اكلت مثلا وضعفت قوي ممكن تاخد زبادي مثلا خلية الدسم، او ممكن تاخد الفاكهة اللي مثلا هي مش بتتخن او مش بتزود الوزن، زي التفاح او البطيخ، كلها فواكه مفيدة جدا للجسم، وفي نفس الوقت مش بتزود الوزن. فده انت هتعمله بالليل بعد الساعة 6، مش هناكل خلاص كده، عشان الجسم يبدأ يركز بقى في اللي أكله، وفي نفس الوقت انه معدل الحرق بالليل بيقل، يعني بيبقى قليل، فيفضل ان انت بعد الساعة 6 بالليل ما تاكلش، علشان طبعا انت بتبقى اصلا يعني دببها الصبح، فعلشان تبدأ تحافظ على وزنك، وبالتالي الميزان يبقى ثابت، والجسم برضو بياخد الكمية هي بيحاول يتخلص من جزء كبير، والباقي بتستخدمه انت كمصدر للطاقة. لو عايز تلعب رياضة براحتك، يعني مثلا قلنا زي تمشي الصبح براحتك، عايز بالليل شوية كده تلعب لك نص ساعة تاني، برضو ده هيبقى ممتاز. لو عملت الحاجات دي يعني بأكد لك 100% ان انت ان شاء الله مش هتزيد وزنك، هيبقى ثابت او كمان ممكن تنزل في الوزن، بس نلتزم اهم حاجة بالخطوات دي. ونصيحتي اللي دايما بقولها لكم، لو مش عايزين تاخدوا ادويه يا ريت، ويكون افضل حاجه لو انت هتقدر تظبط اكلك وتتحكم في اكلك وتتحكم ان انت مثلا تلعب رياضه او الحاجات دي، ده هيبقى ممتاز جدا. لكن احنا دايما بنطرح اختيار الدواء علشان الناس اللي مش قادره تنظم اكلها او مش قادره تتحكم في الشهيه، فبيكون الدواء حاجه بتساعدهم اثناء الدايت بتاعهم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. كل سنه وانتم طيبين، ويعني معايده مني لكل الشعب العربي، ويا رب كل الايام اعياد وسعاده وافراح، واشوفكم ان شاء الله في احسن صحه واحسن حال، اشوفكم في حلقه جديده ومعلومه مفيده. باي باي.